البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب والمتربية والنطيحة وما إلا ما ذكرتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما ذبح على النصب وأن ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله قل أهل لكم الطيبات وما علمتم الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء الذين آمنوا جودوا
القوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا كونوا قوامين لله شهداء اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله قدير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم
الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات وأقرضتم الله قرضا حسنا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا
نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا قل
فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر خلق قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فقد جاء قدير والله على كل شيء قدير
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
أبدا ما داموا فيها. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. يتيهون في الأرض. يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل بل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يجي إليك لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبع
من أصحاب النار فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من أجل ذلك كتبنا على بني قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد كأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولقد جاءتهم
في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض منهم ولهم عذاب أليم
لهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فمن تاب من بظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ألم تعلم أن والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما وأن أكثركم فاسقون وما أنزل إلينا وما أنزل
شر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا جاءوكم قالوا دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن
كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم فرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رب بهم لأكلوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين
الإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا
كثير منهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين
نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ولا تتبعوا أهواء ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لبئس ما قدمت
قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما إليهم اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق
القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وذلك جزاء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ذلك كفارة أيمانكم إذا
واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فإن توليتم فاعلموا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصبر
الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام والله عزيز أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الرسول إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله
غفور حليم والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سألها قوم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ولا عقيلة ولا حال ولا إن الذين كفروا إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم تعالوا شهادة بينكم إذا حضر أحد
أحدكم الموت حين الوصية اثنان يا أيها الذين آمنوا تهادكم بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض اثنان ذوى عدل منكم أو ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله مقامهما فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا
جل من الظالمين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قالوا لا علم لنا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني
وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا
رزقنا وأنت خير الرازقين. تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فمن يكفر بعد منكم فإني قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وهو على كل شيء قدير.